النصر والتعاون وكأس السوبر السعودي، من سيواجه الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي؟ الهلال انتصر على أهل جدة بعد التعادل 1-1، انتصر بضربات الجزاء بقيادة بونو. النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في مواجهة التعاون السعودي، من سيصعد للمباراة النهائية؟ مباراة تستحق المشاهدة في كأس السوبر السعودي. الكرة السعودية وجميع أعين العالم تتجه نحو الكرة السعودية بنجومها العالميين. ننتظر مباراة قوية من النصر والتعاون، والفائز سيلاقي الهلال السعودي.